6/2022 على أن نحقق المسيرة التي سبق وأن وعدنا بها الشعب المغربي بأننا سوف ننظم احتجاجا على الترخيص اللاقانوني ولا حقوقي لأحد أباطرة النفوذ المعروف بزعيطر عن طريق شركته، وكذلك ضد الرخصة التي وقعها عامل مضيق. لا أعرف هل جبنا أم تخاذلا أم أمر آخر. رفعنا الدعاوى أمام المحكمة الإدارية، سوف أكون يوم الثلاثاء بالمحكمة، واليوم ننجح هذه الوقفة. وأحيي جنود الخفاء الذين لم يمنعوا هذه الوقفة، الذين لم يمنعوا هذه المسيرة الوقفة. وأعلم الرأي العام على أننا أشعرنا عامل المضيق بهذه المسيرة 4 أيام قبل الموعد، وكنا ننتظر أن يجيبنا بالمنع، ولكن تفاجأت بأن المفوض القضائي يقول لي بأن عامل المضيق رفض التسلم هذا الإشعار. وبالتالي كنت أعرف بأن مادام ما تسلموش فإنه لن يعرف كيف سوف يعلمنا بالمنع. لكن وبطريقة أو بأخرى أعلم بأن هناك من ساهم في عدم المنع، وأتأكد اليوم على أن نحن على حق. هذه الوقفة المسيرة، هذا الاحتجاج على هذا الخرق الحقوقي هو رحمة، رحمة لكل ذوي النية الحسنة من المسؤولين الذين يريدون بهذا المغرب أن يمضي قدما وأن يكون وجها مشرفا ما بين الدول في الأمم المتحدة. أعرف بأن هذه المسيرة لو لم يكن هناك موقف مهم داخل المسؤولين لربما وقعت هنا مجزرة، لأننا نحن كنا عوالين باش نجيو كيفما كان الحال. أشكر مجموعة من الأسماء المهمة الذين سندوا هذه المسيرة والوقفة وقاموا كذلك بالدعاية، وأشكر بالمواطنين الذين حضروا إما عن طريق جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أو عن طريق متعاطفين. أحيي الصحافة، لولا الصحافة لما استطعنا أن تكون كلمتنا مسموعة منذ البداية، منذ البداية ومنذ أن علمنا بالترخيص، ومنذ أن كان هذا المكان فقط عبارة عن رمال محاطة بسور، خرجنا بتصريحات بعطية تصريحات. لولا وسائل الإعلام لما كان لها صدى، ولما وصلت إلى المسؤولين، ولما كان هذا الرد الفعل المهم. شكرا لكم. تحية لجميع الصحافة الحاضرين في هذا الحدث اليومي، هو حدث تاريخي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الوطنية، حضرت هنا بجميع أغلبية الفروع ديالها، جات اليوم كطالب بسحب الرخصة بإيقاف الأشغال فوري، لان هذا المكان هو شاطئ عمومي ديال المغاربه كلهم. راه اذا استمرينا على هذا الحال هذا من هنا واحد اكس سنه غيصبح المواطن المغربي ما عندوش حق يبحر هنا. علاش؟ لان اصبح بالفلوس. اذا حنا كنطلبوا بمجانيه الشواطئ، الشاطئ خصو يبقى للجميع، راه ما يمكنش شي يبحر وشي ما يبحرش. اذا بقينا نرخصوا هنا ونرخصوا لهيه ونرخصوا لهيه، راه ما غاديش نبقى شي مغربي يقدر يبحر. اضافه الى ان اذا كان الملك ديالي الخاص داري كنبغي نزيد فيها تبقى، كيجيو كيهدموا لي. واذا كان شي واحد بغى يحل شي مشروع في وسط المدينه وجاره داروا التعرف
التعرض كيوقفوا للرخصة. اليوم حنا جينا اكثر من 500 واحد جا كيطالب كيعمل تعرض هنا في عين المكان بان هذا المكان هذا كيشكل خطر على السلم الاجتماعي، كيشكل خطر على السياحه، كيشكل خطر على المواطن، كيشكل خطر على امن الدوله. لان التشجير في الرمله، شوفوا الشجر، هذا الشجر من هنا عام ولا عامين ما يبقاش يبان شنو كاين لها، اذا شنو غيدار لها؟ انا ما كانت فهمت شي واحد، ولكن غتبقى واحد المكان مشابه فيه ماشي واضح، الرؤيه ما واضحاش. وبالتالي هذا كيشكل خطر على السلم الاجتماعي ولا امن الدوله. انا كمواطن وكنبغي المغرب وكنبغي بلادي، ولكن باش نجي نشوف واحد البلاصه قريبه للبحر ومشجره بهذه الطريقه هذه بان تما شنو واقع؟ شنو يوقع؟